جاني متهم أم بريء؟ من يروج إنه التركيبة أفضل من الزراعة؟ مش موافق خالص. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ خلينا نقول يعني إن هو متهم، لأن في بعض الأحيان الصغيرة بنضطر إن إحنا نعمل التركيبات. زي إيه مثلاً؟ حد عنده uncontrolled diabetes، الراجل مش مظبط السكر بتاعه، مش هقدر احط له زرعال ان هي هتفيل. لكن لو مظبط سكر طبعا هنقدر نحط له زرعال، لان الزرعات دلوقتي بقى فيها تكنولوجيا عاليه جدا، زي معالجه السطح، زي المعالجه بالجاما ريز، ممكن يستخدم البلازما. كل ده هيساعد على ثبات الزرعيه. مثلا حد عنده مشاكل في الدم، حد حصل له راديو، حصل عمل علاج اشعاعي او علاج كيماوي، كل الحاجات دي احنا ما نقدرش نزرع معاها، فبنضطر نروح للتركيبات الثابته. بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله، هيبقى طبعا الدكتور جاني، لان هو كان هيحط له زرعيه اللي هي تحافظ على العظم بتاعه، هتحافظ على ثبات الاسنان حواليه، الدنيا كلها هتبقى كويسه. زي ما احنا شايفين هنا، احنا عندنا السنتين الاماميتين، او لا، هنا الاربع الاسنان الاماميتين مش موجودين، فحطينا له الزرعتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعه تقريبا. بعد كده حمل التركيبه دي في خلال الاسبوع نفسه، فالدنيا وبيمشي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب دي زرعيه فوريه. زرعيه فوريه دي المريض يقدر، لو احنا لسه خالعين دلوقتي حالا، نقدر نخلع ونحط مكانها زرعيه في نفس الوقت، ونركب السنه في نفس الوقت، المريض بيخرج بالسنه بتاعته. فده يخلينا نروح لحته مهمه جدا، لو في حاجه، لو في سنه هوبلس خالص، هل اخلعها وبعد كده افكر في الزراعه؟ لا، انا مع تفكير في خلعها، لازم اكون بفكر ان انا هزرع الايميديت امبلنت دي.